السلامة، مرحبا بكم. اليوم نشوفوا مع بعضنا اون ابليكاسيون اللي تلم لا جيستيون بريفيزيونيل لي دو بارتي نتاعو اللي هما لي نيفو دي ستوك والموديل دو ويلسون. باش نبداو نقرا لكم كيما العاده لي نونسي نتاعنا. دونك عندنا لو ريسبونسابل دابروفيزيونمون فو بريزونت لو شيما. دونك عندنا شيما كيما قاعدين تراو فيها قدامكم سي دوسو illustrant la politique actuelle. وبربي لهنا وقت نحكيو على البوليتيك اكтуаل راهي ما عندها حتى علاقه بالبوليتيك اوبتيمال. لا بوليتيك اكтуаل هي لو نومبر دو كوموند اللي قاعده تطبق فيه الشركه اكтуаلمون في الوضعيه الحاليه. ينجم يكون اوبتيمال كما ينجم يكون لا. دونك نرجع لا بوليتيك اكтуаل دابروفيزيونمون دو لونتربريز افان دو كونسيفوار اون جيستيون ايكونوميك دو جيستيون دو فورنيتور. كونسيفوار دونك باش تبني اون جيستيون ايكونوميك. كي نقولوا ايكونوميك دونك اون جيستيون كي بيرمي ديكونوميزي دو مينيميزي كان تحبوا لو كو دو ستوكاج نتاع لي فورنيتور نتاعنا. الكورب كيما قاعدين تراو فيها قدامنا فيها لي 4 نيفو دو ستوك اللي نعرفوهم. لكن وقت نقول لي 4 نيفو دي ستوك باش نبدا لكم بالنيفو دو ستوك الاولاني اللي هو لو ستوك ماكسيموم. وقت نقول لو ستوك ماكسيموم هو اقصى كميه تكون موجوده عندنا في المخازن اللي عندها علاقه بالطبيعه بالكاباسيتي دي زاتوليي دي زونتربو دو سامحوني نقول دي زاتوليي. دونك لا كاباسيتي دي زونتربو دو ستوكاج وعندها علاقه بيان ايفيدامون بالنشاط نتاع الشركه نتاعنا. عندنا النيفو الثاني اللي هو لو ستوك داليرت. وقت نقول لو ستوك داليرت هو لو نيفو دو ديكلونشمون دون نوفيل كوموند. كيما تلاحظوا لهنا الكورب دو لا كونسوماسيون نتاعكم وقت وقفنا ولا وقت اللي وصلنا للستوك داليرت تراو اللوطا عندنا لهنا لا دا دو باساسيون دو لا كوموند. معناها الشركه كي وصلت للنيفو دو ستوك داليرت اللي هو موجود عندنا لهنا 8160 الشركه كيما قاعدين تراو الا ديكلونشي اون نوفيل كوموند. النيفو الثالث اللي راو فيه في وسط الجرافيك اللي هو لو ستوك دو سيكوريتي. وستوك دو سيكوريتي هو شنو؟ هو كميه راك تراو لهنا هذه كل 2550 الكميه هذه ما يلزمناش نمسوها هو احتياطي استراتيجي كاينه ايموبيليزاسيون بالنسبه للشركه. هذه ما نمسوها الا للضروره القصوى. وقت نقول ضروره القصوى اش معناها؟ معناها فما روتار دو ليفريزون الفورنيسور عملها فينا ما جابلناش السلعه نتاعنا في الوقت المتفقين عليه والا يبدا عندنا سور كونسوماسيون استهلاك مفرط نتاع لو برودوي نتاعنا خلانا نتلزو نجدو من ستوك دو سيكوريتي. مثلا انا نستهلك ستيكامي كل يوم بالزهر الجمعه هذيا سخنت برشا الدنيا وليت نستهلك اكثر من ستيكامي دونك جيتي اوبليجي باش نجبد من المخزون الاستراتيجي نتاعي خاطر ستيكا وفات دونك باش نجبد من المخزون الاستراتيجي والا كان فما زاده بينوري كيما قاعدين نراو في الايامات اللي قاعدين احنا توا فيها. عندنا مشكله نتاع اسانس برشا عباد ولات تستهلك من المخزون الاستراتيجي بما انه الدوله التونسيه مش قاعده توفر والا مش عارف شنو هي الاشكال ماهيش قاعده توفر في المحروقات بالطريقه اللازمه. هذاك علاش تلزينا نجبدوا من ستوك دو سيكوريتي. دونك ستوك دو سيكوريتي نمسوه وقت يبدا عندنا روتار دو ليفريزون يبدا عندنا سور كونسوماسيون والا عندنا بينوري. لهنا كيما كنت نراو عندنا 3 نيفو دو ستوك وانا قلت لكم ولا وقت اللي قرينا 4 نيفو دو ستوك. ثم دي نيفو دو ستوك قلت لكم عليه يبدا مخبي في وسط الجرافيك. اش معناه مخبي؟ جاي ما بين لو ستوك داليرت و لو ستوك دو سيكوريتي. هو الفارق ما بين لو ستوك داليرت 8160 و ستوك دو سيكوريتي اللي هو 2550. هذا نسميوه لو ستوك صحيتو لو ستوك مينيموم. لو ستوك مينيموم سي بون. نتعداو توا لكمالة الإكزرسيس نتاعنا. أعطانا معلومات تخص لا كونسوماسيون أنويل. قالك لا كونسوماسيون نتاعنا إي ريغولييغ وهذا نعرفوه باش مزيتو هو خاطر نعرفو لا جيستيون بريفيزيونيل إلي بازي على حاجتين. لا كونسوماسيون دوات إتخ ريغولييغ ما نجمش نهار نستهلك 100 قطعة وغدوة نستهلك 120 ومن بعد 300 ولا 60. يلزم ديما لا كونسوماسيون إي ريغولييغ منتظمة. نفس الوتيره و tout au long de l'année و البيريود نتاعنا راهي بيريود انويل. الاني نتاعنا هو 360 jours اذا en nombre de jours والا 12 mois اذا نحكيو en nombre de mois. وقال لنا لو كو داشا يونيتير في لي فيديو اللي فاتوا برشا مرات ما نعطيكمش لو كو داشا يونيتير مي نعطيكم ان بري يونيتير داشا ونزيدكم لي فري سور اشا. لهنا استرجل معانا اعطانا ديريكتومون لو كو داشا والكو داشا يونيتير معناها كل ارتيكل كل قطعه تصرف عليها باش تشريها 750 ملي. لي فري دو ديكلانشمون ريلاتيف ا اون كوموند. اش معناها فري دو ديكلانشمون دون كوموند؟
والا شارج فري ولا شارج ولا سوم دي شارج ولا سوم دي فري نسميوها كو. هذه هي لو كو دو باساسيون لو كو دو لانسمون دون كوموند. معناها كل كوماند تعديها كل كوماند ديكلانشيها الشركه تصرف عليها قداش 41 دينار و310 41 دينار 310. هذه بالنسبه لنا احنا هي البيتي بي لو كو دو لانسمون دون سول كوموند. ومن بعد عطانا لو كو راهو في كلمه توتال لو كو توتال دو بوسيسيون لو كو توتال دو ديتونسيون. اش معناها لو كو توتال دو ديتونسيون؟ معناها الشركه نتاعنا وقت اللي تشري السلعه نتاعها تخزنها تحطها في ستوك باش تصرف عليها مبلغ مالي معين يساوي شنو لو كو دو بوسيسيون اللي سميناه سي بي. قلنا نجمو نحسبوه بزوج طرق مختلفه يا اما اون فالور يا اما اون كونتيتي. مش اون فالور معناها فالور كونتيتي كونتيتي لا اما نحسبوه اون فونكسيون دو لا فالور دو ستوك موين ولا اون فونكسيون دو لا كونتيتي دو ستوك موين. كيفاش نحسبوه اون فونكسيون دو لا فالور دو ستوك موين؟ هذه il faut chercher i اذا هي ما عنديش والا باش نخدم بها. القاعده تقول هي لا كونتيتي la quantité annuelle بالطبيعه fois le coût unitaire اللي عندنا 750 fois petit i اللي باش يعطيها لي كادوني والا انا باش نطلعها. وشفنا كيفاش نطلعوها البيتيت اي قلنا يا اما تكون دوني ارجعوا الفيديو اللي قبل هذايا يا اما تكون دوني يا اما تكون ا ديتيرميني. اش معناها ا ديتيرميني؟ قلنا باش تطلع البيتيت اي عطيتكم اكزامبل في الاكزرسيس اللي فات قلت لكم نصرف 100 ملي على ستوك دو ان دينار. وقتها باش نطلعوا البيتيت اش عملنا؟ خذينا لا لو كو دو بوسيسيون اللي هو 100 ملي وقسمناها على الفالور دو ستوك اللي هو ان دينار. وقلت لكم نهار اللي باش نصرفوا 150 دينار على كل ستوك يسوى مثلا مليون 1000 دينار. وقتاش نعملوا؟ ناخذ الكو دو بوسيسيون اللي هو 150 اي تساوي على المليون نتاعنا. اتفقنا يا جماعه؟ تري بيان. اي نكملوا عاد الكونتيتي فوا لو كونيتير فوا اي نقسموها سور شنو؟ سور دو زن. افيك ان هي لو نومبر دو كوموند ا باسي. وكان غدوة في دوفوار ما يقوليش راهو الشركة تصرف مثلا 150 على كل مليون وإلا 100 مليم على كل دينار. شي يقولي؟ يقولي راهي الشركة تصرف مثلا 150 دينار 150 دينار par article stocké وإلا تصرف 100 فرنك par article stocké. اش معناها هذا؟ معناها الشركة متاعنا الشركة متاعنا باش تحسب لو كو دو بوسيسيون تاعها حسب الكميات. ونرجعوا شويه للكور قلنا اون فونكسيون دو لا فالور كاين نحسب في لاسيورونس. لاسيورونس لهنا عنده علاقه بقيمه الكهرباء. كهرباء غاليه دونك التامين نتاعها باش يكون غالي. كهرباء رخيصه التامين نتاعها باش يكون ارخص. وبالنسبه للان كونتيتي عطيتكم ليكزامبل نتاع اللويي الكراء. وقت اللي باش نكري كراج نخبي فيه كهربتي ما يهموش المولى مولى الكراج الكهرباء قداش تسوى. انا كان عندي كهرباء تسوى 100 مليون ولا عندي كهرباء تسوى 10000 دينار باش نصرف عليها مثلا الكريم تاعها اللي هي 300 دينار. كي تبدا عندي كهرباء واحده ب 100 مليون باش ندفع 300 دينار كري. وكي تبدا عندي 10 كراهب كل كهرباء ب 5 ملايين يلزمني ندفع 300 دينار 10 مرات خاطرني باش نخزن والا باش نخبي 10 كراهب. هذاك علاش لو كو دو بوسيسيون ما عنده علاقه بحتى فالور ما عنده علاقه بالكونتيتي. القاعده وقتاش تولي كونتيتي فوا ان كو يونيتير دو بوسيسيون اللي هو 150 على كل ارتيكل ولا 100 فرنك على كل ارتيكل سور دو زن. كانت لاحظوا حطينا الكونتيتي موجوده في الاثنين الدو زن موجوده في الاثنين. لهنا ضربنا في الكو يونيتير خاطر حاشتنا بفالور فوا اي ولهنا ما ضربناش فوا كو يونيتير ما ضربناش فوا اي خاطر ما تعنيناش مي ضربنا فوا ان كو يونيتير دو بوسيسيون. اتفقنا يا جماعه؟ اي لهنا ايش قال لنا؟ في عوض يعطينا الكونتيتي والكو يونيتير والاي والدو اعطانا حسبه. ايش قال لنا؟ قال لنا راهو هذا الكل مع بعضه اذا هو خادم اون فالور ولا هذا الكل مع بعضه اذا هو خادم اون كونتيتي يساوي قداش 4131. وهذاك علاش قالنا لو كو دو بوسيسيون يساوي 4131. قلنا هي اللي عوضت الكونتيتي فوا كونيتير فوا اي والا الكونتيتي فوا كونيتير دو بوسيسيون سور 2 على ان. معناها حسبتنا لهنا محسوبه جوست
لهنا ال n باش تختلف من نمبر الاخر. اذا نمبر دو كوموند ايغال 1 دونك نعمل 4130 سور 1. اذا نمبر دو كوموند ايغال 2 4130 سور 2 من غير ما نتعدى بالكونتيتي والكونيتير والاي سور 2 والا الكونتيتي فوا الكونيتير دو بوزيسيون سور 2. نتعداو توا للاسئله. الاسئله نتاعنا السؤال الاولاني قال كالكولي لا بوليتيك actuelle d'approvisionnement ou elle a calculé pour la politique actuelle d'approvisionnement. Est-ce que tu as pour la politique actuelle? Le stock min, ouais, le stock minimum, la consommation journalière, donc c'est la consommation par jour, ou le délai de livraison convenu avec le fournisseur, le délai de livraison fatrat al-taslim convenu al-muttafaq alayha avec le fournisseur. Et l'insamu hazad, le délai habituel ou elle normal de livraison. Est-ce que c'est clair? Et ce elle fait nical montrer fbit montrer ou qu'on a fait le vidéo et les fait ou nous وقت اللي يلقى ولا وقت اللي يتخيل اللي يعطى الاكزرسيس انه التلميذ ينجم يلقى صعوبه والعدد ولا الكيسيون هذه باش يستغلوا في دي كيسيون اخرين ما يقولكش كالكولي ولا ديتيرميني لو نومبر خاطر يخاف لا يغلط فيه التلميذ ويكمل يخدم الباقي الكل غلط. نقولوا للتلميذ مونتري اثبت انه لو ديلي دو ريابروفيزيونمون فتره اعاده التزود الفتره الفاصله ما بين مرتين رافيهم الفورنيسور الي دو 30 جور. انت باش تخلي 30 جور دو كوتي تحسب حسبتك وتحاول تلقاها 30 يوم. كان لقيتها 30 يوم دونك سي جوست، كان لقيتها مختلفه على 30 يوم ما نجمتش تصلح اخدم في لي كيسيون اللي بعد على اساس انها 30 يوم. اي ما فيش السؤال قال اي ديدويزي معناها منها هي tu vas déduire la cadence الوتيره actuelle الحاليه d'approvisionnement. الكادونس actuelle d'approvisionnement قلنا نسميوها زاده le nombre de commandes actuelle donc actuelle. Est-ce que c'est clair? Mais la cadence actuelle d'approvisionnement, هو بيد le nombre de commandes actuelles. Est-ce que هو le nombre de commandes optimal? Allahu a'lam. مالا يلزمني نطلع لو نومبر دو كوموند اللي انا فيه ومن بعد نشوفوا كانوا اكتويل اوكا ديجا قال هنا في ثوازيام كيسيون كانوا اوبتيمال دونك سي بون كانوا سي با اوبتيمال دونك il faut rectifier il faut réviser وهذاك علاش قالنا في كيسيون 3 لا بوليتيك اكتويل اللي باش نحسبوها في الكيسيون نيميرو 2 ايتيل اوبتيمال هل انها هي تساوي ان ايتوال اسكو هذا هو بيدو ان ايتوال هذا اللي باش نشوفوه. السؤال الرابع مونتري اثبت sans faire de calcul مغير ما تحسب لي ما نحبكش تحسب لي que le nombre de commandes actuelles اللي احنا حسبناه في الكيسيون 2 dépasse اكبر معناه من شنو le nombre de commandes optimal cadence optimale d'approvisionnement. نحب نوقفكم شوية ثم مرة قلت لكم فيها انه في في جيستيون في دوفواركم عمركم ما تخدم كيسيون تقرا كيسيون تلنجع عليه تخدمه حاول اقرا مجموعة من الاسئلة. لهنا السؤال الثالث اش قال لنا فيه؟ مش قال لنا لا بوليتيك دابروفيزيونمون ايتيل اوبتيمال؟ لنفترض انا حسبت في الكيسيون 2 ولقيتها 6 وانا لهنا قلت له وي شو اسمه هو لا بوليتيك اكتويل اي اوبتيمال. هل من المعقول يجيني في الكاتريام كيسيون اذا انا لقيتها تساوي راهو هذوما قد قد الان ايكال ان ايتوال هل معقوله في الكيسيون الرابع يقول لي ثبت لي ولا القى لي ولا فسر لي انه النومبر دو كوموند اكتويل اكبر من الاوبتيمال؟ تي اكيد مادام قال لهنا فسر لي انه اكبر معناها الريبونس على التوازيام كيسيون باش تكون نو لا ماهيش اوبتيمال. مالا يا الاولاد نجموا نجاوبوا على سؤال ثالث والا ثاني بالاسئله باش تجي من بعد الرابع والا الخامس نلقاوها برشا زاده وقت اللي يجيني في سؤال يقول لي بروبوزي دي سوليسيون. انا الحقيقه ما عندي سوليسيون ولا ما لقيتش ولا لا غالب عصرت مخي ما لقيتش كي نقرا الدوزيام دوسي ولا نقرا البارتي اللي بعد ساعات ومش ساعات معنا في اغلب الاحيان باش يكون سوليسيون من لي سوليسيون اللي طلبك باش تعطيهم باش تلقاهم موجودين. مثلا يجيني يقول لي شلزمني نعمل انا قرينا الروتاسيون شلزمني نعمل لهنا بور اوغمونتي لو كويفيسيون دو روتاسيون باش تقول له بور اوغمونتي لو كويفيسيون دو روتاسيون نجم نعمل مثلا انا بوليتيك كوميرسيال مثلا بازي سور لو بري باش نعمل ريدكسيون دي بري نجم نقول له انا لهنا باش نعمل نشري افيك ان نومبر دو كوموند اوبتيمال باش ننقص في الستوك نتاعي.
هالحلول هذو ما تتلقاهم في الدوسي من بعد يقولك sachant que l'entreprise veut réviser ses prix de vente ولا sachant que l'entreprise veut réviser sa politique d'approvisionnement. دونك عطاني جواب من السؤال اللي من بعده. وهذاك علاش حاولوا ديما اقراوا الاسئله اون انتيغاليتي باش تفهموا ما هو نصب ليكزيرسيس نتاعنا. السؤال الخامس prouver ولا prouver que اثبت انه prouver que la cadence optimale d'approvisionnement est égale à 10. قالك اثبت انه النومبر دو كوموند اوبتيمال كادونس اوبتيمال الان ايتوال تساوي 10. قالك احسبها لي ونحبك تلقاها 10. اي كالكولي وردوا بالكم من الاسئله دي دوبلي هذوما اي كالكولي واحسب لي لو كو توتال d'approvisionnement. Le coût total d'approvisionnement ou le coût de passation plus le coût de possession. معناها قالك ألقاها أنها 10 وقالك احسب لي le coût total d'approvisionnement. السؤال السادس مقسوم لثلاثة بارتيات لثلاثة بارتي. Le fournisseur habituel, fournisseur اللي متعود نشري من عنده, nous propose une remise de 5%. الكيسيون هذايا خدمناه في فيديو اخر اما لا فاسون اللي باش نتريتيو بها الكيسيون باش تختلف من بكري ولا في الفيديو اللي قبله توا ترجعوا له تشوفوه كي باش نعملوا لهنا اسكو لونتربريز فا سيزير لوبورتونيتي ولا لا في هالريدكسيون حسبنا الكو جلوبال لهنا لا لهنا باش نحسبوا الغوميز وباش نحسبوا الفارق فين الكو توتال القديم وجديد ونشوفوا هل انه اللي باش نربحوه من الغوميز دونك التخفيض اللي باش نتحصلوا عليه يفوت الزياده في الكو توتال والا لا. لهنا ايش عملنا؟ قال لك الفورنيسور اقترح علينا بروبوز اون غوميز دو 5% ا كونديسيون دو باسي لي كوموند دي كوموند سوبيريور او ايغال ا 30600 يونيتي بار كوموند. معناها قال لك شو خويا كان تشري من عندي كميات اكثر من 30600 نعطيك تخفيض ب 5%. كان تشري من عندي بكميات اقل ل 30600 مضمض انسى حاجه اسمها غوميز. والغوميز سي اون ريدكسيون اكوردي اون كاد اشا ان غراند كونتيتي. باه نرجع تو. قال دون سو كا اذا انت شريت بكميات تفوق 30600 وتتحصل على غوميز لو كو دو بوسيسيون اكل كونتيتي فوا لو كو يونيتير فوا اي سور دو زين والا لا كونتيتي فوا لو كو يونيتير دو بوسيسيون سور دو زين ما عادش باش يكون كيما كان من بكري 4113 على ان باش يولي 3924450 سور ان اكثر انه فما اختلاف. اكيد الاختلاف هذايا شكون السبب فيه لو كو يونيتير اللي باش يولي اقل ب 5%. اتفقنا؟ ايش يصير لهنا؟ اون فا ديتيرميني لو نوفو نومبر دو كوموند. ردوا بالكم ما قالش ديتيرميني لو نومبر اوبتيمال خاطر في الوضعيه هذه مستحيل يكون نومبر دو كوموند اوبتيمال على خاطر لو نومبر دو كوموند اوبتيمال كيما شفناه في الكيسيون 5 باش يكون 10 وانت كي تشري كميات اكثر دونك نومبر دو كوموند باش يقل. اذا انا نشري 10 باجيت في النهار ونشريهم مرتين دونك كل مره باش نشري 5 باجيت وكان انا نشري العشرة باجيت متاعي على مثلا على 5 مرات وقتها كل مره باش نشري 2 باجيت. انا كنت نشري على ان ايغال 5 نشري في زوز قال ايش قالك تشري كل مره 5 باجيت دونك تزيد في الكميه دونك الخمسه باجيت نومبر دو كوموند نتاعها باش تولي 2 اللي هي مختلفين وكي تختلف بالطبيعه السيتواسيون جديده ماهيش باش تكون optimal. قال déterminer le nombre de commandes qui permet à l'entreprise تمكنها من شنو de profiter انها تتمتع انها تستغل la proposition du fournisseur اللي هي remise de 5%. السؤال petit b calculer le montant de la remise. احسب لي الرميز ايغال ا كوا الرميز ايغال ا كوا وحنا نعرف الرميز هو شنو هو la valeur هو المونتون brut fois à 5% le taux de la remise. Donc, ils aiment nahsbou le montant brut نتاعنا قداش. Ou اخر سؤال قال sachant que le coût total d'approvisionnement en appliquant le modèle de Wilson وقت اللي الان نتاعنا ان ايتوال اللي هي تساوي 10 اللي هي هذه قال لك بما انه يساوي 826.2 وهذا هو جواب على هذه معناه 826.2 اللي هو مدها لي في بوتي سي ديجا هي بيدها اللي يلزمني انا نلقاها في الكيسيون
نيميرو 5 معناها التلميذ اللي خدم في الكيسيون 5 لو كو توتال دابروفيزيونمون في الان ايتوال ولقاها ماهيش 826 اللي عطاها هنا في السيزيام كيسيون يعرف انه عنده غلطه ويصلح ب نرجع تو قالك بما انه الكو توتال دابروفيزيونمون 826 و200 ديت قول لي اسكو الشركه نتاعنا دو اكسبتي لا بروبوزيسيون دو فورنيسور قول لي اسكو الشركه نتاعنا لازمها تقبل اقتراح الفورنيسور كيفاش باش نعملوا لهنا معطاني الكو توتال هذا لو كو توتال في الان ايتوال باش نحسب توا الكو توتال في الان الجديده ونشوف الفارق ما بيناتهم ونقارنوا بطبيعة بالرميز اللي هو في السيزيام كيسيون ميسالش برشا كلام اما هاو باش نبداو بشويه بشويه وبالديمونستراسيون نتاعنا واضح يا جماعه دونك اعطاني جرافيك من الجرافيك سالني اسئله على نيفو دي ستوك ومن بعد بدا يخدم لي على الموديل دو ويلسون وقال لي راهو الشركه نتاعنا جاتها فرصه نتاع انها تتمتع بتخفيض اسكو من واجبها والا اسكو من مصلحتها انها تتمتع به التخفيض هذايا والا لا وهذا اللي باش نبداو نخدموه في الكيسيون نيميرو 1 اش قال السؤال هنا قال كالكولي بور لا بوليتيك اكطوال دابروفيزيونمون اللي ما نعرفوهاش على فكره راه لو ستوك مينيموم كيفاش نحسبوه شعطانا معلومات معطانا كان جرافيك لكن دقيقه معايا يذكروني ستوك مينيموم القاعده نتاعو شو تقول مش هي لا كونتيتي كي كوفر ان ديلي ابيتوال ان ديلي نورمال دو ليفريزون معناها هي الكميه اللي انت باش تستهلكها وانت تستنى في الكوموند تحضر لك كي هزيت اليوم التليفون وقلت ابعث لي السلعه قال نجيبها لك بعد 4 ايام مثلا دونك الستوك مينيموم هو الكميه اللي تكفيك كل 4 ايام وكان قالك سرعة نجيبها لك بعد 10 أيام ستوك مينيموم هي الكمية اللي تكفيك العشر أيام ملا وقتش نعدي الكوموند نعدي الكوموند نهار 20 أهايك لباساسيون دو لكوموند صارت نهار 20 وين نعدي الكوموند في ستوك داليخت ما هي يسر أي وقتش سنسي تجيني السلعة أهاي الدات دو لا ريسيبسيون وقتش جيتني وقت اللي وصلت لستوك دو سيكوريتي مال الكمية هذه الكل هي الكمية متاع ستوك مينيمو كيفاش نحسبها؟ سهل برشا دونك ناخو ستوك داليخت اللي هو 8160 شوفوا شعنا يا الأولاد لهنا هكا قاعد ناكل فيها الكمية هذه تراو فيها في الجرافيك لهنا دونك هو ستوك داليخت 8160 ننقص منه شنو؟ ستوك دو سيكوريتي خاطر كي جاتني ستوك دو سيكوريتي كي وصلت لو كورب دو لا كونسوماسيون هذايا لو ستوك دو سيكوريتي لا ريسيبسيون وصارت والا جاني الفورنيسور نتاعي مي لو ستوك مينيموم هو 5610 قداش 5610 نقرا لكم لهنا لو ستوك مينيموم سي لا كونتيتي كي سورا كونسومي هي الكميه اللي باش نستهلكوها وقتاش entre la date de la passation وقتاش la date de passation نهار 20 واحد اي la date de réception اللي وقتاش انكونو الله اعلم عليها قداش لكن انا نعرف انه في الباساسيون دو لا كوموند الشركه عندها 8160 والdate de réception الشركه باش يولي عندها 2550 ها نتعداو البوتي بي الشركه لهنا طلبت منا ديما pour la politique actuelle طلبت منا باش نحسبوا لها لا كونسوماسيون جورناليير لولاد لا كونسوماسيون جورناليير نجمو نطلعوها مثلا كي يبدا عندي الكورب دو لا كونسوماسيون لهنا عندي نهار واحد في الشهر عندي 17850 معايا عندي 17850 باه تصور كان جاي عندي نهار اثنين لهنا اثنين واحد نعمل بروجيكسيون تصوروا قلت ما فيش صحيحة نعمل بروجيكسيون متاعي على الكورب دو كونسوماسيون ونجي نقرأ لهنا مثلا نلقى 17000 اش نقول في نهار ما بين نهار واحد ونهار اثنين الشركة كلات من 17850 ولا 17000 دونك الفارق بين 17850 و 17000 هي الكمية اللي كلاتها في نهار لكن انا بالزهر لهنا ما عنديش نهار اثنين ما نعرفش اثنين وين موجودة وما عنديش 17000 دونك مالاش لازمني نعمل ابار نهار واحد اللي عندي فيه 17800 نمشي نفركس على نهار اخر دات اخرى وتكون هالدات الاخرى هذيا الكونسوماسيون نتاعها ولا النيفو دو ستوك نتاعها يكون كونو كي نجي نلقى الدات الاخرى هي لو 20 ترى اسكو في لو 20 نعرف النيفو دو ستوك قداش يسوى
قداش هو قداش قيمته قداش الكميه نتاعو هاي كي نجي نعمل بروجيكسيون نلقاها او نيفو دو ستوك داليرت اللي هو 8160 مال الاولاد يلزمني نشوف انا في الايامات هذوما شنو الايامات هذوكم عندي من نهار واحد لنهار 20 من نهار واحد لنهار 20 قداش من نهار نعمل 20 الا واحد في 19 يوم في 19 يوم الشركة قديش كان عندها وقديش ولا كان عندها 17850 ولا عندها 8160 دونك استهلكت الكمية هذه الكل كي نعرف ان الكمية هذه الكل ما نعرفش قديش تجي مثلا جاتنا 17000 الا 8000 ديزون جاتنا 9100 وقديش اكزامبل بجون دي نيمبورتو كو حتى نحسبه مثلا 9000 احنا شو نقول انا في 19 يوم الشركة كلت 9000 دونك كي باش نطلع الكونسوماسيون بار جور شنعمل نعمل 9000 على 19 الاولاد راه 9000 ما عندها حتى علاقه بالصحيح راهو اما لينا نفترض ان 9000 نعمل 9000 على 19 هذه ليدي تخيلوا كان جات عندنا احنا الدات هذية مثلا باش نقول انا نيمبورتو كو نهار 31 الشهر نشوف نهار 31 قداش النيفو دو لا كونسوماسيون تاعي اهاي عندي لهنا نقرا 2550 دونك شنو معناها معناها الشركه في ظرف قداش من نهار من 1 ل 31 معناها في 30 يوم اشكلات كلات من 17850 حتى 2550 دونك الكميه هذه الكل وقتها نحسب الفارق ما بين هذو الزوز ونقسمهم على المده اللي ما بين 31 ونهار 30 اخر وضعيه نجم ناخذ الماستر نتاعي ونعمل بروجيكسيون نتاع الكورب دو لا كونسوماسيون نجي نلقى دات لهنا الدات هذيا مثلا نقول احنا نهار 49 جودينا بورتو كوا في نهار 49 اش فما الشركة كان عندها 17850 ولا عندها صفر معناها كليت 17850 في ظرف 49 يوم دونك نعمل 18750 على 49 هكا كيفاش نطلعوا لا كونسوماسيون بار جو بالفليقي انا باش نقول لكم لهنا باش طلع الكونسوماسيون بار جو شوف لا كونسوماسيون بار بيريود اقسمها على البيريود لهنا في الوضعية شفنا قديش كلينا في نهار وقسمناها على واحد لهنا قديش كلينا في 19 يوم وباش نقسموها على 19 وهذا قديش كلينا في 30 يوم وباش نقسموها على 30 لهنا قديش كلينا في 49 يوم في 48 يوم عادة ونقسموها على 48 خاطر 49 إلا واحد اتفقنا ما لا يلزمني دو دات دات 1 إلا دات 2 وإلا دات 2 إلا دات 1 ونقسمها على consommation de la date 2 et la consommation de la date 1 sur date 2 moins date 1 انتي والغرافيك اللي باش يمدولك اي هات خليني نمشي توا للريبونس على كيسيون ديما نفس اللوجيك انا عندي يلزمني مغو دو دات دو نيفو دو ستوك نهار واحد في الشهر سي لو ستوك ماكسيموم فو فوايي عندي 17850 سي لو ستوك ماكسيموم اللي هو لو ستوك انيسيال اللي بديت بيه البيريود نتاعي انا هي الدات الاخرى اللي نعرفها انا وعندي فيها النيفو دو ستوك نتاعها هي لو 20 تري بيان اي وفي لو 20 قداش الستوك نتاعي وقتها قداش معناها قداش كميته وقتها 8160 كيما قاعدين تراو سي لو ستوك داليرت مالا عندي دو دات وعندي دو نيفو دو ستوك القاعده تقول نحسب الفارق ما بين لا كونسوم لي دو نيفو دو ستوك ونقسمها على الفارق ما بين لي دو دات هذوما مالا بوندون 19 جور نعملوا 20 الا 1 بربي ما تقولوليش 1 2 3 4 باش تحسبوا بصوابعكم لا راهو نهار الاولاني ما تحسبش هذاك علاش ناخذوا ديريكتومون 20 موينز 1 قداش كلينا 17850 الا 8160 تراو لهنا في الباتمان لهنا قاعد ياكل نتاعنا هذيك كلينا الكميه هذيك الكل دونك كلينا 9690 ارتيكل بكري كتبت لكم 9000 بالغلط بيان سور غتعطينا هكاك عدد كيما جا مالا في 19 يوم كلينا 9690 مالا في النهار الواحد شكلينا بالطبيعة باش نعملوا 9690 على 19 باش نلقاو 51 نورمالمون 51 510 ولا شنو فوالا لا كونسوماسيون جورناليير 9650 فوالا سنه عديت لهنا باش نرجع لكم تري بيان سوا 510 يونيتي الشركه نتاعنا تاكل في النهار 510 لا كونسوماسيون بار جور ايغال 510 يونيتي معناها كي نرجع للجرافيك متاعي انا مش عندي 18750 نهار واحد مال نهار اثنين باش نلقاها 17850 الا 510 نهار ثلاثة باش نلقاها 17850 الا 510 متاع نهار الاول والا 510 متاع نهار الثاني واحنا ماشي طري بيان اي سي باش نتعداو توا البوتي سي
في البوتي سي شعلنا الأولاد السؤال قال اعطيني لو ديلي دو ليفريزون كونفونو افيك لو فورنيسور الأولاد الديلي دو ليفريزون كونفونو بلغة أخرى هي الفترة هذه وشنية الفترة هذيك هي الفارق ما بين الدات دو باساسيون اللي صار نهار 20 والدات دو ريسيبسيون اللي ما نعرفوش عليه وقتها صار باه لكن احنا شنو نعرفو نعرفو انه ستوك مينيموم كوريسبون à la quantité qui couvre un délai habituel. Ça, c'est la quantité qui sera consommée en attendant la livraison de la commande. C'est la quantité qui sera consommée entre la date de passation de la commande et la date de réception. Qu'est-ce que c'est la quantité ? Ce n'est pas 5,610. C'est que la société a 5,610 قطعة وهي تستنى في الكوموند تخلط لها. بلغة أخرى. ما بين لو 20 حتى النهار انا ما نعرفوش قداش الشركه كلت 5610 وحنا نعرفوا انه في النهار الواحد ناكلوا 510 قطعه ما لكن نحب نطلع انا قداش الايامات اللي يفصلوا ما بين الدات دو ريسبسيون معناها وانا في النيفو دو ستوك داليرت والايامات والدات اللي انا نوصل فيها للستوك دو سيكوريتي ايش باش نعمل الأولاد نقول لهنا جوست هكا اتيتر يعني اكسبليكاتيف عندي انا اون ان جور جو كونسوم 510 ارتيكل يونيتي مالا ال 5610 اللي هي ستوك مينيموم قداش يلزمها من نهار لهنا نعرفوا الناس الكل ان باش نطبقوا لا ريغل دو 3 اش تقول القاعده 5610 في واحد على 510 وبما انه في واحد الواحد ما عنده حتى قيمه هذا يعدد تضربوا في واحد ياخذوا بيدو دونك ديريكتومون شنو نقول 5610 على 510 وهذه هي القاعده نتاعنا اش معناها لا ريسبسيون اورا ليو وقتاش اورا ليو وقتاش باش تكون الريسبسيون نتاعنا باش تكون 5610 اللي هي الكميه نتاع ستوك مينيمو على 510 هي الكونسوماسيون بار جور من بكري قلنا نضربوا فوا 1 أما ما عندها حتى معنى تساوي 11 يوم ملا المدة الفاصلة ما بين نهار اللي عديت كوموند اللي هو نهار 20 وقتها جاتني الكوموند هو 11 يوم وهذا هو الديلي كونفونو افيك لو فورنيسور ال 5610 سي لو ستوك مينيموم وال 510 سي لا كونسوماسيون جورناليير دونك ملا لو ديلي ابيتويل دو ليفريزون لو ديلي نورمال دو ليفريزون باش يكون 11 يوم ا بارتير من شنو نبداو نحسبوه ا بارتير دو لا دات دو باساسيون دو لا كوموند سي تادير ا بارتير دو 20 جانفي جربوا اعملوا 20 جانفي وزيدوهم 11 يوم لوجيكمون باش نلقاها لو 31 جانفي اما ماهوش مطلوب منا باش نطلعوا لا دات دو ريسبسيون اقف حدك 11 يوم اللي هي لا دات لو ديلي دو ليفريزون واضح الاولاد تري بيان هات نتعداو توا للسؤال الثاني قال مونتري كو لو ديلي دو ريابروفيزيونمون ايت ايغال ا 30 لكن الاولاد سؤال شنو هو ديلي دو ريابروفيزيونمون الديلي دو ريابروفيزيونمون هي المده اللي تستهلك فيها الكميه من ستوك ماكس حتىش لو ستوك دو سيكوريتي والحقيقه صعيبه هذه باش تفهم مش صعيبه اما ناقصه ديلي دو ريابروفيزيونمون فتره التزود انا شنو نقول للتلامذة اعطيني الفتره الفاصله ما بين مرتين ترى بهم الفورنيسور انا مادام تعمر ستوك لهنا دونك اليوم ريتو وبشوفش على روحه ونبدا نستهلك من السلعه اللي جاتني نبدا نستهلك من السلعه اللي جات وقتاش عاودت رجعت للماكسيموم النهار هذا دونك مالا بلغه اخرى ديلي دو ريابروفيزيونمون هي الفتره اللي تفصل دو بيك والا هي الفتره اللي تفصل دو مين خذوها بالدو بيك خير مالا كي را الفورنيسور الملالونة ما بش عمر لي ستوك وكيفش نعاود الراه مرة أخرى بش عمر لي ستوك مرة أخرى دونك المدة الفاصلة ما بين دو ستوك ماكسيموم اتفقنا يا جماعة بش نشوفه من بعد شيما تبين لك أكثر الكلام اللي قاعد نقول فيه لهناش يحب يطلع الديلي دو ريابروفيزيونمون قلنا الفترة هذه الكل الديلي دو ريابروفيزيونمون من نهار واحد حتىش لهنا وهكا ولا لا الدات هذي كيفاش نحسبوها يا جماعة يا اخي انا في الدات هذه لو برومي مش عندي 17850 تري بيان وفي الدات هذه اللي انا ما نعرفهاش راه على فكره قداش عندي 2550 تقول لي ما قلت لي ولا عندي 17850 اي اما 17850 بعد ما جاتني السلعه اما كي جاني كي ريت الفورنيسور كي ريت الكاميون نتاع الفورنيسور انا وقتها في ستوك دو سيكوريتي مالا باش نقول
من نهار واحد في الشهر عندي الستوك إنيسيال اللي هو الستوك ماكسيموم اللي هو 18750، وفي الدات هذه اللي أنا ما نعرفهاش ويلزمني نطلعها باش نطلع ديلي دو غي بروفيجنمو، النيفو دو ستوك متاعي قداش؟ هو ستوك دو سيكوريتي اللي هو 2550. مالا نحب نعرف في قداش من نهار الشركة استهلكت الكمية من 17.58 ل 2550، معناها وقتاش في قداش من نهار ستوك إنيسيال اللي هو ستوك ماكسيموم ولا ستوك دو سيكوريتي، في قداش من نهار كليت، شوفوا لهنا كليت هذا الكل، شوفوا معايا لهنا التصويرة متاعكم كليت هذا الكل. هيا ويني عاد اخرج لنا لا هيك دونك كليت هذا الكل في قداش من نهار. يا سيدي دونك لا ريسبسيون اورا ليو وقتاش؟ اورا ليو دون احنا كلينا من 17850 باش ولينا 2550 كلينا 15300 ارتيكل، وبما انه في النهار الواحد ناكلو 510 وهذا نعرفو سي لا كونسوماسيون بار جور، ونعاود نذكركم اذا انا في النهار الواحد ناكل 510 ما نحب نعرف انا ال 15300 هذوما كومبيان دو جور نسيسيت بور لا كونسوماسيون تاعهم باش نعملو 15300 في واحد على 510 وهذه اللي موجوده عندكم قدامكم دونك قداش 30 يوم ا بارتير من وقتاش ا بارتير دو 1 جانفي خاطر لو 1 جانفي هو لو نيفو دو ستوك ماكسيموم مالا اش باش يكون الدات هذيا باش تكون بيان سور لو 31 علاش لو 31 لو 31 على خاطر عندنا واحد ونزيدوه 30 يوم باش تعطينا لو 31 جانفي واضح يا جماعه مالا الديلي دو ريابروفيزيونمون هو الفتره اللي تفصل ما بين لو 1 اللي عندنا فيه لو ستوك ماكسيموم ولو 31 جانفي اللي وصلنا فيه لو ستوك دو سيكوريتي هي نفسها هي الفتره اللي تفصل ما بين لو ستوك ماكسيموم ولو ستوك ماكسيموم الثاني ابري لا ريسبسيون او سي لا ميم شوز دونك ديلي دو ريابروفيزيونمون هو 30 جور. ايزيدو شوفوا مخير الوحده نتاعنا قال لك ديدويزي لا كادونس اكтуаل دونك انا مونتري كو 30 جور قال ديدويزي لا كادونس اكтуаل دابروفيزيونمون معناها طلع لي لو نومبر دو كوموند اكтуаل. احنا اش نعرفوا الاولاد يا اخي مش نعرفوا انه الدوري دو ستوكاج تساوي خليني نفسخ هذايا باش ما تضيعكمش دونك نفسخ نعرفوا انه الدوري دو ستوكاج هي بما انه في البريفيزيونيل نخدموا ديما دون فاسون انويل معناها نخدموا ب 360 يوم اذا بالايامات والا نخدموا بال 12 شهر اذا بالشهر لهنا عندنا 30 جور ديلي دو ريابروفيزيونمون دونك نخدموا 360 على ان احنا الدوري هذيا تساوي 30 يوم الدوري دو ريابروفيزيونمون كي نحب نطلع الان اش نعمل دونك الان نتاعنا تساوي باش نقسم 360 على 30 360 هي لاني كوميرسيال اللي فيها 360 يوم وقال هنا في لينونسي و30 هي ديلي دو ريابروفيزيونمون اللي هي بوتي دي حسب القاعده اللي نعرفوها في الدوري دو ستوكاج ما قداش لا كادونس دابروفيزيونمون قداش لو نومبر دو كوموند اكтуаل هو 12 كوموند باران معنى الشركه نتاعنا تعدي الكوموند نتاعها يجيها الفورنيسور 12 مره في العام اي افهموا معايا التصويره هذه لهنا دون فاسون جينيرال ستوك دو سيكوريتي قلنا هو المخزون الاستراتيجي اللي ما يزموش يتمس هي الكميه اللي نجمو نحسبوها كاينها ايموبيليزاسيون كميه ثابته باه اللي نحكي على الكميه مش على الارتيكل معناها احنا نجدوا الارتيكل لكن ديما يلزم يكون عندنا ان ستوك دو سيكوريتي اون كونتيتي كيلكونك موجود باه كي نوصل ستوك دو سيكوريتي نورمالمون باش تجيني كوموند جديده اللي هي لا ليفريزون دونك عبينا ستوك نتاعنا نعبيو نعبيو وين نيقفو نيقفو كي نوصلو لستوك ماكسيموم خاطر ما عادش نجم نزيد اكثر منه باش تمشي الكاميونه نتاعها وباش نبداو نستهلكو من الكميات اللي عندنا دونك كي نبداو نستهلكو باش يبدا ينقص ستوك ماكسيموم كيما قاعدين تراو ما عاد ستوك ماكسيموم 18 ولا 15300 كل مره بلغه اخرى باش نقصو كرتونه قاعدين تراو في الكراد قاعدين ينقصوا غدوه باش نوصل لستوك داليرت اللي هو اليوم مثلا نهار 19 نهار 19 كي سوت ستوك داليرت شنو هي القاعده تقول لو ستوك داليرت هو لو نيفو دو ديكلونشمون دو نوفيل كوموند دونك جو دو لانسي لا كوموند باش ننزل على الفلسه نتاع نعدي الكوموند ونهز التليفون ونقول له يا فلان ابعث لي سلعه
اي اسكو السلعه باش تجيني اليوم؟ اي تفهمنا لا، باش يقعد الفورنيسور يحضرنا في السلعه مده معينه، مثلا 4 ايام 10 ايام، في الاكزيست نتاعنا لقيناها 11 يوم. اي في 11 يوم كانت في دايه ما نستهلكش؟ لا، ديما الجماعه قاعده تاكل، راكم تراو فيها في التصويره لهنا. اي دونك باش تنقص ديما الكراذن نتاعي. فاش قاعد ناكل انت اوكا اون اتوندون لا ليفريزون؟ قاعد ناكل في اللي سميناه لو ستوك مينيموم. تري بيان، كيوف ستوك مينيموم نلقى روحي في السيكوريتي؟ شي لازم يصير لهنا؟ يلزم الليفريزون جديده تجي كيما قاعدين تراو، ونعاود نعبي الستوك نتاعي. مالا الديلي دو ري ابروفيزيونمون هي الفتره اللي فاصله ما بين دو كوموند، راكم قاعدين تراو الفورنيسور ريتو اليوم وعاود تريتو مره اخرى باش يجيب لي سلعتي. دونك هذه هي لو ديلي دو ري ابروفيزيونمون اللي هو بوتي دي نتاعنا، اللي نحسبوها 360 على ان والا 12 على ان. تري بيان، واضحه الاولاد؟ دونك ستوك ماكسيموم كي نوصل للنيفو دو ستوك داليرت نعدي الكوموند، نقعد نستهلك في ستوك مينيموم كي نوصل للسيكوريتي ولا عاود جاتني السلعه نتاعي وتقعد حبل على الجراره. هذه اللي نصوروها سو فورم غرافيك هكايا تجينا وتعاود نستهلك واحنا ماشيين. اي هات نتعداو للكيسيون 3. قال لي لا بوليتيك اكطويل دابروفيزيونمون ايتيل اوبتيمال؟ شنو هي البوليتيك اكطويل دابروفيزيونمون؟ احنا نعرفوا انه كي نقولوا اوبتيمال يلزم الكو توتال دو باساسيون اللي هو سي ال كما تراو فيها يساوي لو كو دو بوسيسيون. وحنا لقينا لا كادونس اكطويل ولا لو نومبر دو كوموند اكطويل هو 12 كوموند، كنا نحسبوا فيها من بكري باه، ونعرفوا انه لو كو دو باساسيون دون سول كوموند لو فري دو ديكلونشمون دون سول كوموند هو 41 دينار و310. كي باش نحسب انا لو كو توتال دو باساسيون اش باش يكون؟ هو بي فوا ان. البي هي 41 دينار و310 والنومبر دو كوموند هي 12 كوموند اللي احنا نخدموا فيها، مالا باش يعطينا 495 دينار و720. اذا حسبت الكو دو بوسيسيون ولقيته هو زاد 495 دينار و720، شنو باش نقولوا؟ باش نقولوا اللي ان ايغال 12 هي الان ايتوال اللي هي لو نومبر دو كوموند اوبتيمال. اي هات نحسب الكو دو بوسيسيون، القاعده اش تقول؟ تقول كونتيتي فوا كو اونيتير فوا اي سور 2 ان. والاكزرسيس لهنا حسب لنا هذوم الكل وقال لنا يساوي 4131 سور ان. الان نتاعنا قداش؟ 12. مالا باش نعمل 4131 على لهنا باش نشوفوا كيفاش تحسبت الاخرى على 12 اللي هو لو نومبر دو كوموند. قد جينا 344 دينار و250. ال 433 دينار و250 هي لو كو دو بوسيسيون سور وقت اللي الان نتاعنا ايغال 12. كي نجيو نشوفوا تو اسكو قد ال 495 و344؟ لا ماهمش قد. وكي ماهمش قد دونك لا بوزيسيون تاعنا لا سيتواسيون تاعنا ني با اوبتيمال. مستحيل الان تكون ان ايتوال. علاش مستحيل؟ خاطر لو كو دو باسيسيون مختلفه على الكو دو بوسيسيون. اتفقنا يا جماعه؟ تري بيان. وهذا ديجا شفناه في الكيسيون 4. مش في الكيسيون 4 قالك القى لي انه لو نومبر دو كوموند اكطويل اللي هو 12 اكبر من نومبر دو كوموند اوبتيمال. كيفاش يقول لك ان اكبر من ان ايتوال وفي السؤال الاخر انت تقول قد دونك مستحيل. اي قال لي سون فير دو كالكول. ثم حويجه وريتها لكم قبل وهاوش نذكركم بها. تذكر وقت اللي قلت لكم يا جماعه اون اوبسيرفون الجرافيك نتاعنا نتاع الكو دو باساسيون والكو دو بوسيسيون والكو توتال دابروفيزيونمون اللي هو هذا. الكو دو باساسيون كيفاش قلنا نصوروه؟ مش قلنا سي اون دوات كي باس بار لوريجين ويبدا صغير ويمشي ويكبر اللي هي الخط الاحمر. والكود دو بوسيسيون هي شنو؟ هي الخط الازرق اللي يكون كبير ويمشي ويتيح قد ما تزيد النومبر دو كوموند. وقلنا لهنا كان اون ريزون ان تيرم دو كود دو باساسيون جي انتيري ان النومبر دو كوموند تكبر، وكان ريزونمون تاعي ان تيرم دو كود دو بوسيسيون جي انتيري ان النومبر دو كوموند تاعي صغار. نعاود اما كاين يغلط شويه نعاود. فكي جينا نعمل ريزونمون ان تيرم دو كو دو باساسيون ماذا بيا النومبر دو كوموند نتاعي صغار، ماذا بيا ما ندفعش بالكل، ماذا بيا ندفع 41 دينار، ماذا بيا ندفع 82 دينار، مش ندفع مثلا 600 ولا 700 دينار. ديما قد ما النومبر دو كوموند تكون فابل قد ما الكو دو باساسيون يكون فابل، ومن مصلحتي ان يكون الكو دو باساسيون فابل.
العكس تماما في الكود دو بوزيسيون، اني قد ما النومبر دو كوموند نزيد لو كود دو بوزيسيون يطيح. لهنا ثم تضارب في الباساسيون، ماذا بيا الان تكون صغيره وفي البوزيسيون الان يلزمها تكون كبير. هذاك علاش قلنا باش نختاروا الانترسيكسيون تاعهم اللي هو وقت اللي الكود دو باساسيون قد الكود دو بوزيسيون، وتكون هذيك لو نومبر دو كوموند اوبتيمال. قسمت لكم وقتها الجرافيك 3 زون. الزون الاولانيه اللي قاعدين تراو فيها هي وقت اللي الباساسيون والبوزيسيون قد الزون هذه، وقلناها وقتها الان متاعنا تساوي ان اتوال. والزون الثانيه اللي هي الزون هذي، اش معناها الزون هذيك؟ وقت اللي يبدا الخط الاحمر الكود دو باساسيون اصغر اقل من الكود دو بوزيسيون. مثلا كان نجيو ناخذ البوان هذا، اش نلقى؟ نلقى الكود دو باساسيون 289 والكود دو بوزيسيون باش تلقاه اكثر من 500. دونك اذا لقيت الكود دو باساسيون اقل اصغر من الكود دو بوزيسيون، اش معناها؟ معناها النومبر دو كوموند اكتوال اللي انت فيه مازلت ما خلطتش للان ايتوال. اوكي، في ال1 والان ايتوال 10، دونك اقل. في ال2 اقل، 3 4 5 اللي هو. والزون الثالثه يظهر اللي عرفتوها تو، اكا الصغير هذاك كبر ورب الريش، وكلي كان كبير طاح. وقت اللي صغار الكود دو بوسيسيون الزرقاء مقارنه بالكود دو باساسيون الحمراء، وقتها باش نوليو الان ايتوال خليناها ورانا. مثلا كي نجي نشوف في 18 نلقى الكود دو بوسيسيون في 240 والكود دو باساسيون باش نلقاه في 700. وقت اللي نلقى الكود دو باساسيون اكبر من الكود دو بوسيسيون، اعرف انه الان اتوال خليتها وراك، معناها راك فوتها. وهذه فاش تصلح لنا؟ تصلح لنا ساعات كي نبداو نخدموا في تابلو. تصورني انا نخدم في الان مثلا ايغال 10، لقيت الكود دو باساسيون تاعي 200 والكود دو بوسيسيون مثلا 700. شو نقول؟ بما انه الكود دو بوسيسيون اكبر من الباساسيون، معناها انا في الزون هذيا، في الزون الاولانيه، مالا الان اتوال باش تكون يا 11 يا 12 يا 13 يا 14، مازلت ما خلطتلهاش. معناها كي نبدا نخدم في التابلو نقول مازلت القدام. وكان العكس، لقيت الكود دو باساسيون 1200 والكود دو بوسيسيون 700، شو نقول؟ الكود دو باساسيون ولات اكبر من البوسيسيون، مالا الان اتوال خليتها ورايا، مالا باش نولي ما عادش نزيد 11 12، نولي نقول مالا خلينا نجرب التسعه والثمانيه والسبعه. لهنا الاكزرسيس نتاعنا اش قال؟ الكود دو باساسيون نتاعنا، الكود دو باساسيون نتاعنا تساوي قداش؟ كود دو باساسيون تساوي 495 والكود دو بوسيسيون 344. اي شكون اكبر، الباساسيون ولا البوسيسيون؟ اكيد الكود دو باساسيون اكبر. مالا انت فين الزون؟ انت في الزون هذي. وهذاك علاش باش نقول النومبر اكتويل دابروفيزيونمون، لا كادونس اكتويل دابروفيزيونمون اللي هو 12 اكبر من الان ايتوال. il dépasse le nombre de commandes optimales. معناها نومبر دو كوموند اوبتيمال خليتها وراك، ارجع بالتوالي اتوا تلقاها. وهكا ما عملنا حتى حسبه، جوست اون ا كومباري لو كو دو باساسيون والبوسيسيون، وقلنا انه الكو دو باساسيون اكبر من الكو دو بوسيسيون، دونك لو نومبر دو كوموند اوبتيمال التالي اقل من 12، معناها باش تلقاها 11 ولا 10 ولا اللي هو. طيب باش تعداو للسؤال الخامس. قال prouver que la cadence optimale d'approvisionnement، prouver que n étoile نتاعنا تساوي 10، et calculer le coût total d'approvisionnement. ainsi كيفاش نفسروها؟ قلنا الان ايتوال يتم بالجرافيك، ما عنديش جرافيك لهنا، يا اما بالتابلو وما عنديش تابلو قال لي كومبليتي لانكس، دونك نخدمو بالكالكول. لكن في الكالكول ما عطانيش المعلومات العاديه كالكونتيتي والكونيتير، باش يجيني تلميذ يقول لي مسيو ما هو الان ايتوال ايغال الغاسين دو لا كونتيتي فوا لو كونيتير فوا اي سور دو بي. لهنا عندي برشا معلومات انكونيو ما نعرفهمش. هذاك علاش باش نتعامل مع المعطيات اللي موجوده عندي. شنو هي المعطيات؟ عندنا لو فري دو باساسيون، ولا لو فري، ولا لو كو دو باساسيون دو ديكلونشمون دون كوموند هو 41 دينار و310. اي اما نومبر دو كوموند الفرق عليه هو ان. هذاك علاش باش نقول هو 41 و310 فوا ان. الان قداش؟ العلم عند الله، باش نشوفوها. اي وقت اللي الكو الان ايتوال نتاعنا، وقت الان قال ان ايتوال شي يكون ثم، يكون الكو دو باساسيون والكو دو بوسيسيون قد. هذاك علاش يلزم ال 41.310 في الان تكون تساوي لشنو؟ تساوي ال 4131 على ان. لهنا باش يولي مشكله نتاع مات. عندنا ا ايغال بي سور سي،
دونك باش نعمل برودوي دي مويان ايغال برودوي دي اكستريم اش معناها 41 و 310 ان في ان الان ضربت في بعضها دونك ولات ان وكاري تساوي شنو تساوي 4131 مالا الان وكاري هنا ما يفي وعكس الفي على ان وكاري تساوي 4131 على 41 دينار و310 مالا المات يقول لنا اكس وكاري ايغال ا معناها اكس تساوي يا اما غاسين دو ا يا اما موا غاسين دو ا لكن احنا ما نجموش نستعملوا موا غاسين دو ا خاطر لو نومبر دو كوموند اللي توجور بوزيتيف مالا مستحيل تكون الا ما يكونش نومبر دو كوموند نيجاتيف هذاك علاش نلغيو هذا اش نعملوا الان ايتوال باش تكون تساوي لا غاسين كاري دو 4131 على 41.310 سو كي دون غاسين دو 100 والغاسين دو 100 كيما نعرفوها كي نحسبوها في الكالكولاتيس باش تعطينا 10 كوموند بارون وانا مونتري كو ان ايتوال ايغال 10 و 10 اقل من 12 اللي هي نومبر دو كوموند اكтуаل مي لا اون ا جوستيفيي بالكالكول توا انه لو نومبر دو كوموند اكтуаل اكبر اللي هي 12 اكبر من ان ايتوال اللي هي 10 اي سيتي توا باش نتعداو للسؤال اللي بعده اللي هو كالكولي لو كو توتال دابروفيزيونمون في الان ايتوال اش تعرفوا على الكو توتال اولاد مش هو الكو دو توتال هو الكو دو باساسيون نكتب الكو توتال ايغال سي ال بلس سي بي والكو دو باساسيون هو شنو هو 41 و310 في الان ايتوال نتاعنا اللي حسبناها في 10 مع الكو دو بوزيسيون هو شنو هو 4131 على الان ايتوال نتاعنا اللي هي 10 سي بون كي نحسبوا هذيا باش نلقاو 413 و100 وكي نحسبوا هذه نلقاو كيف كيف 413 و100 وعلاش كيف كيف على خاطر قلنا في الان ايتوال الكو دو باساسيون ايغال كو دو بوزيسيون دونك منطقي باش نلقاو نفس العدد اي قداش نلقاوها 413.1 مع 413.1 باش نلقاوها 826 دينار و200 باه لهنا فما تلميذ اخر باش يخمم تخمم اخر يسهل لهنا لكن تخيل كان جات الكود دو بوزيسيون هذه كونتيتي وكونيتير واي مشكله انا نجم نقول بويسكو ان ان ايتوال الكود دو باساسيون ايغال كود دو بوزيسيون اش معناها معناها الكود توتال في الان ايتوال اللي انا فركست عليه واللي انا نحب نلقاه يساوي لو كود دو باساسيون فوا 2 والا يساوي لو كود دو بوزيسيون فوا 2 واما اسهل نخدم الكود دو باساسيون اللي هو عدد في عدد والكود دو بوزيسيون اللي هو كونتيتي فوا كونيتير فوا اي دونك نورمالمون باش نخدم بهذي وقت شنو اللي نعمل دونك لو كو توتال في الان ايتوال يساوي 41 310 في 10 واللي نلقاه نضرب فوا 2 تو نلقى 826 و200 ديريكتومون واضح لهنا تخدم بزوج طرق مختلفين يا اما بالاولى يا اما بالثانيه وسي لا ميم شوز المهم تقول له راهو بويسكو باش تقول له باش تفسر علاش ضربت فوا 2 والا بطبيعه نجم لو كو توتال ان ايتوال لهنا سهله اما في وضعيه اخرى تكون اصعب نقول يساوي 4131 على 10 واللي نلقاه نضربه فوا 2 تو نلقى كالعاده 228 826 و200 دينار باهي اي سيتي نتعداو للسؤال السادس اللي هو اخر سؤال لكن مقسم لثلاثه بارتيات قالك الفورنيسور هابيتويل باش يعطينا باش يمنحنا غوميز دو 5% وقتاش بشرط نوليو نشريو 30600 بار كوموند وكي نشريو 30600 يرضى علينا وخينا الفورنيسور ويعطينا تخفيض وهذاك علاش لو كود دو بوزيسيون باش تولي تكتب بالطريقه هذه ما عادش في 4100 باش تولي في 3924 السؤال هو ديتيرميني لو نوفو نومبر دو كوموند معناها اعطيني النومبر دو كوموند جديد وقتاش وقت اللي انا نتمتع بروفيتي دو لا بروبوزيسيون دو فورنيسور اي ركزوا معايا مليح احنا اش نعرفوا نعرفوا انه لا كونتيتي بار كوموند تساوي grand Q la consommation annuelle sur N. الكونتيتي بار كوموند قداش هاي بوتي كو 30 و 600 احنا اش نحبوا نطلعوا نحبوا نطلعوا الان مالاش يلزمنا يلزمنا نعرفوا هذه قداش تجي وقتها نقول مال الغران تان يساوي لو غران كو سور بيتي كو وهذه اللي خدمناها في الفيديو اللي قبل اعملوا عليه طلع ما تنساوش هكا ولا
اي سيتي. المشكله كيفاش نطلع على كونتيتي انوال غران كو راهي لا كونتيتي انوال لا كونتيتي لا كونسوماسيون انوال. لهنا le nombre de commandes qui permet à l'entreprise de profiter de la proposition du fournisseur est ايشناوا هذه اللي كنت نكتب فيها كونتيتي سور غران كو سور بيتي سور بيتي كو سي سا. نعرف انه ركزوا معايا مليح لهنا الكونسوماسيون جورناليير قداش 510 معايا يا جماعه الكونسوماسيون اليوميه 510 والعام قداش فيه من نهار فيه 360 يوم دونك وقتها نولي نعمل غران كو اللي هي 510 في 360 يوم خاطر 510 سي اون كونسوماسيون بار جور الكونسوماسيون انوال خلينا نكتب غران كو هي الكونسوماسيون بار جور في عدد الايامات السنه اللي هي 360 على البيتي كو هي لا كونتيتي بار كوموند كيما قلت لكم من بكري 30 و 600 واضح يا جماعه اش تعطينا تعطينا 183600 هذه راهي الغران كو 163 و 183600 سي لا كونتيتي انوال سور بيتي كو اللي هي لا كونتيتي بار كوموند باش يعطينا 6 كوموند بار ان معنى الشركه نتاعنا باش يرضى عليها الفورنيسور ويعطيها تخفيض ب 5% يلزم تعدل في النومبر دو كوموند نتاعها ما تخدمش بالنومبر دو كوموند اوبتيمال اللي هو 10 يلزمها تخدم بنومبر دو كوموند ايغال 6 واحنا شنو نعرفوا اذا نعدلوا النومبر دو كوموند اذا من 10 رجعوه 6 هو حتى كان من 10 نطلعوه 11 و 12 ديما الكو توتال دابروفيزيونمون باش يزيد راهو اقل كو توتال دابروفيزيونمون هو وقت اللي يبدا النومبر دو كوموند اوبتيمال معنى الشركه هنا باش تضحي باش تعدل في النومبر دو كوموند دونك باش تدفع فلوس اكثر في الكو توتال في سبيل شنو هالتضحيه هذه في سبيل انها تتحصل على التخفيض نتاع 5% اي هات نمشيو للسؤال بوتي بي قال كالكولي لو مونطون دو لا روميز هات تعطيني قداش باش نربح فلوس قداش باش نفضل فلوس قداش باش نخبي فلوس قلت لكم من بكري في التقديم نتاع ليكزرسيس انه لا كونتيتي المونطون دو لا روميز هو الكونتيتي فوا لو بري يونيتير غران سي بلغه اخرى ونضربها في شنو نضربها في 5% اللي هي المونطون دو لا روميز معناها نحب نشوف قداش المونطون بروت ونضربه في المونطون في التو دو دو لا روميز هكا ولا باه لكن مشكلتي تو في الغران كو لو غران كو كيفاش نجمو نلقاوها عندنا زوج طرق مختلفه الطريقه الاولانيه هي اللي خدمنا بها من بكري نعرفوا احنا في النهار ناكلوا 510 واحنا حاشتنا بالكونتيتي انوال دونك نعملوا 510 في 360 وهذه خدمنا بها واذا وريتها من بكري ما عادش توريها مره اخرى ثم طريقه ثانيه طريقه ثانيه هو كان احنا تحرمنا من 510 ما عطاها لناش دوني بالطبيعه راه ديما نحاول نعطيكم اكثر ما يمكن معلومات باش احنا نغربلو ونصفيو كي جينا في الوضعيه نتاع الدوفوار ولا في الاكزرسيس في القسم في الدوفوار في القسم ولا في الباك دونك انا اذا ما عطانيش ال 510 دونك مستحيل نطلع العدد هذا دونك يلزمني طريقه اخرى اش نعرف نعرف انه انا عديت 6 كوماندات 6 كوموند وكل كوموند قداش فيها 30600 قطعه ملا جبت 30600 كوموند الاولى وجبت 30600 كوموند الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه هذاك علاش باش نضرب 30600 في 6 كوموند باش نلقى 183600 نتاعي لقيتها بطريقه اخرى ملا يا اما نعمل كونسوماسيون جورناليير فوا لو نومبر دو جور دون اني اذا عندي الكونسوماسيون جورناليير بيان سور والا كان عطاني لو نومبر دو كوموند والكونتيتي بار كوموند الكونتيتي انوال باش تكون نومبر دو كوموند فوا لا كونتيتي بار كوموند نرجع تاو الغوميز ايغال كيما وريتكم هو الغران كو 183600 ومش قال لنا انه لو كو داشا 750 مليم دونك باش نضرب ال 183600 في 750 ملي هذا باش يعطيني لو مونطون بروت اي اش نعمل له من بعد باش نضربه في ال 5% اللي هو مونطون دو لا روميز باش نلقى عندي روميز دو المونطون 6885 معناها لهنا عندي ايكونومي الشركه نتاعنا خبات 6885 بشرط تولي تعدي الكوموند نتاعها 6 مرات معناها الشركه باش تفضل 6885 وهذا سي لو مونطون دو لا روميز واضح يا الاولاد تري بيان اي نمشيو للسؤال الثاني قال لي ساشون كو لو كو توتال دابروفيزيونمون اون ابليكون لو موديل دو ويلسون معناها وقت اللي الان نتاعنا ايغال 10 826 و200 ولا مزيه لي خاطر طلعته وهو مدهولي لهنا باش كان ما طلعتوش في الكيستيون اللي قبله او كان ما تحرمش من النوت نتاع الكيستيون هذه
Dites, قول لي, si l'entreprise doit accepter la proposition. لهنا الأولاد أنا باش نعمل كفة متاع الميزات شربحت والكفة متاع العيوب شخسرت ونقارن ما بيناتهم. ترى قوم معي شني ربحت أنا؟ ربحت الرميز كان عدلت النمبر دو كوموند متاعي اللي هو 6885 على ما نذكر العدد. لكن في المقابل كي النمبر دو كوموند متاعي تتبدل ما تكونش ان اتوال ايش في يصير لهنا؟ باش نولي الكو توتال متاعي تزيد. واحنا قلنا الكو توتال لو بلو فيبل في الان اتوال. اي نمبر دو كوموند ماهيش ان اتوال الكو توتال باش يولي اكثر. هذاك علاش باش نحسب قداش ربحت فلوس كوم رميز وقداش خسرت فلوس في الزياده متاع الكو توتال ونقارن. كان ربحت اكثر دونك سي بون وكان خسرت ولا ربحت اقل دونك من نرفض وفك عليه نقولوا خلي عندك 5% مع 20. وهذا اللي باش نعملوه توا. لهنا لو كو توتال تعرفوه الناس الكل هو لو كو توتال دو باساسيون بلس لو كو توتال دو بوسيسيون. كي باش نحسبوا الكو توتال دو باساسيون بلس لو كو توتال دو بوسيسيون في الموديل دو ويلسون لقينا 826 و 200 وريت لكم كيفاش تحسبت في الكيسيون نيميرو دور لي 4 وهذا يا سيت اون دوني بالنسبه لي انا دونك ناخذ العدد كيما هو ما نقعدش نكسر في راسي ونعاود نفسرها مره اخرى. وبالنسبه توا للنومبر دو كوموند جديد اللي هو ابري روميز اللي هو 6 مرات هكا ولا باه ما باش نحسبوا الكو توتال قال لك وا مش قالك 41 دينار و310 لو كو توتال سامحني دو باساسيون لو فري دو ديكلانشمون ريلاتيف ا اون كوموند هو 41 و310 وانا قداش نعدي الكوموند من مره من 6 مرات دونك نعمل 41 و310 في 6 كوماندات هاكا لو نومبر دو كوموند نتاعنا 6 هذا سي لو كو دو باساسيون هذا سي سي ال بلس لو كو دو بوزيسيون مش قالك هو كي ناخذ رميز الكو دو بوزيسيون باش يولي تكتب بالطريقه هذيا 3924.450 على ان الان نتاعنا قداش 6 مرات دونك شنو نعمل معها 3924.450 على 6 ديما نفس وهذا سي لو كو دو بوزيسيون ديما نفس النومبر دو كوموند. تم التلميذ يقول لي يا مسيو عادم تفهمنا كي نحسب هذه ونضربها في الاثنين تلقى هذه معناها كان هذه تساوي هذه نضرب هذه في الاثنين تلقى هذه ولا هذه في الاثنين باش تلقى هذه. لو ردوا بالكم يا الاولاد راهو ابري روميز الان نتاعنا ايغال 6 ماهيش 10 ماهيش ان ايتوال دونك ما تنجم الباساسيون والبوزيسيون يكونوا قد كان في الان ايتوال دونك مستحيل ما لا اوبليغاتوارمون لهنا انت بداش تتفلسف يلزمك تحسب الكو دو باساسيون ويلزمك تحسب الكو دو بوزيسيون باش يعطينا الاولاد تو كالكول في 910 دينارات 910 دينارات و935 الاولاد اش عندنا عندنا بالموديل دو ويلسون لو كو دو باساسيون 826 دينار و200 بالموديل بال اسمه هو بال نومبر دو كوموند اون بينيفيسيون دو ريدكسيون كوميرسيال باش يولي 900 وهذا نعرفه متاكد انا كي باش نعدل في النومبر دو كوموند ونختار نومبر دو كوموند اخرى مش اللي يعطيها لي ويلسون باش الكو توتال باش يزيد. يا سيتي توا باش نحسبوا نعملوا ميزان قداش نربحوا وقداش نخسروا. اون اكسبتون لي كونديسيون دو فورنيسور لونتربريز فا سوبورتي سوف تتكبد سوف تتحمل اون شارج سوبليمونتير تكلفه اضافيه كنت تصرف في 800 ولا تصرف في 900 قداش التكلفه الاضافيه باش تكون 75 دينار و735 معناها الاولاد الموديفيكاسيون تاع نومبر دو كوموند نتاعي باش يخلي الشركه تدفع خساره 75 دينار صافا لكن مقابل الخساره هذيك اش باش تربح باش تربح اكا قيمه الرميز اللي هي 6885 اي توا اعطيني مكم عقلاء انتوما واحد بعقله اسكو يضحي ب 75 دينار ويربح 6 ملايين و885 تي مش نضحي نبيع جرودي يعني. دونك الشركه نتاعنا لهنا باش تدفع 75 دينار زايده في الكو توتال دابروفيزيونمون لكن مقابل هذا باش تربح 6 ملايين و885 هكا بالاخضر كوم غان ولهنا سيت اون بيرت اتفقنا يا جماعه باش تربح 6 ملايين وباش تخسر 75 يا سيدي كي بنسيتك تقبلوا ولا ما تقبلوش هي اكيد على خاطر لو مونطون دو لا روميز قيمه التخفيض اكبر من الشارج سوبليمونتير مي لا لونتربريز ا انتيري d'accepter des conditions du fournisseur.
اتفقنا يا جماعة؟ وكي نجي نسلكم لهنا ونقول لكم تراه اعطيوني الشركة قداش ربحت فلوس، عندها اون ايكونومي، وهذا السؤال سلت لكم في الفيديو الاخر قلت لكم النجم نزيده لكم وهاني زدتوا في هذا، اون ايكونومي ربحت الفارق ما بين لي غان ولي بيرت، الفارق ما بين 6000 اللي دخلوا المكتوبها وال75 اللي خرجتهم من المكتوبها، دونك عندها غان ب 6800. دونك شركة عندها غان ب 6809.265، هذا ربح ربحته الشركة كي بدلت النومبر دو كوموند نتاعها وخذت وقبلت لا بروبوزيسيون دو فورنيسور. دونك هكا كون وصلنا لاخر الحصه نتاعنا، عاودوه ليكزيرسيس راهو لي تري انتريسون، نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين، الى لا بروشين.